مساء الخير عليكم في يوم جديد وحلقة جديدة من برنامج المطبخ. إن شاء الله هنكون معاكم على الهواء من واحدة لاتنين على الهواء مباشرة. هم مستنيين تليفوناتكم واستفساراتكم على أرقام التليفون اللي بتظهر قدامكم على الشاشة. وما تنسوش إن معادنا يوم الحد اللي جاي إن شاء الله أول ضيف هيكون معانا من بوست أشطر واحدة أو أشطر واحد. أكتر حد هيبعت لنا تطبيقات هو اللي هيكون معانا ضيف يوم الحد اللي جاي إن شاء الله أول حد من كل شهر. اي حد هيبعت اكتر تطبيقات على البوست الثابت اللي قدامكم على الشاشه. وكمان عندنا فقره اسال الشيف اسماء، خليناها بتبقى يوم السبت بدل الحد، والتطبيقات عندنا كل يوم حد. برضو هتسيبوا لي اسئلتكم على البوست الثابت على صفحه المطبخ وانا هجاوبكم عليه في اخر بارت في الحلقه بتاعه كل سبت. النهارده هنعمل بقى حلقه اسماك حلوه قوي وبكميات قليله، يعني بكميات سمك قليله. هنعمل وجبه كده كامله وهنعمل طبق تاني برضو من الاسماك حلوه جدا. تعالوا اول حاجه هنعملها هنعمل بايلا. البايلا من الاكلات الاسبانيه المعروفه جدا، وساعات كتير بنبقى عندنا بواقي كده من كل حاجه. مثلا عملنا مثلا عندنا كاليماري، عندنا جندوفلي، عندنا جمبري، عندنا اي حاجه من الحاجات دي ممكن ناخد منها شويات نعمل طبق تاني جنب كمان السفرة اللي احنا عاملينها، فتقدروا ان انتوا تعملوا فيها الاكلة دي. تعالوا نشوف مقاديرها ونشتغل فيها مع بعض. البايلا محتاجة لها رز بسمتي هكون نقعاه حوالي نص ساعة، وعندي فلفل الوان مكعبات، وعندي ربع كيلو من الجمبري الوسط. طبعا الكميات بتاعت السمك تقدروا تضعفوها تقللوها تزودوها براحتكم، ما فيهاش مقدار. يعني ربع كيلو من الكاليماري، ربع كيلو سمك فيليه، ربع كيلو جندوفلي، وملح وفلفل وبابريكا، وعندي كمان فلفل حار وبصل وتوم وبسله. وهستخدم بودره لون برتقاني شويه او بودره الزعفران المتوفر عندي. لو عايزين حاجه بديله ممكن كركم، بس يفضل بودره الزعفران بتدي لون احلى، وليمون. هقول تاني المقادير للبايلا: عندي رز بسمتي، عندي فلفل الوان مكعبات، عندي كمان ربع كيلو من الجمبري الوسط، وربع كيلو كاليماري، وربع كيلو سمك فيليه، ربع كيلو جندوفلي، ملح فلفل بابريكا وفلفل حار وبصل وتوم وبسلة ولون برتقاني أو بودرة زعفران، وعندي ليمون. تعالوا نبدأ كده واحدة واحدة. أنا الوك اللي أنا شغالة فيه هو ده اللي أنا هقدم فيه، يعني هطبخ فيه وهقدم فيه، فتقدروا أن أنتوا تعملوا الوصفة دي فوق عندكم، وهي دي اللي انتوا تطبخوا فيها وتقدموا فيها. هي حلاوتها كمان في الموضوع ده. البايلا من الحاجات اللي كانوا بيعملوها ببواقي الاكل اللي عندهم، يعني ممكن يحطوا فيها فراخ، ممكن يحطوا فيها لحمه، بيحطوا بواقي اي حاجه. يعني هي جت فكرتها من بواقي الاكل اللي عندهم، بيقوموا عاملين يوم بايلا. البايلا دي بيجمعوا كل الحاجات، شويه خضار، شويه رز، شويه فراخ، شويه مش عارفه سي فود متبقيين، كل الكلام ده كله بيدخلوها في اكله واحده، ودايما بيعملوها في ووك واحد او حاجه واحده، والسفره كلها بيتجمعوا عليها. احط بقى شويه زيت، تمام، وابدا اشوح كده البصل اللي عندي. البصل كده بالشكل ده، انا سايبه الحله تسخن او الووك تسخن. هعلي بس عشان ده واطي، تمام. وهبدا ان انا اشوح البصلايه اللي عندي، تمام، اشوحها لحد ما تدبل شويه. عندي بقى، تعالوا نشوف السمك اللي عندي مقطعاه مكعبات بالشكل ده، اي نوع سمك فيليه. وعندي كمان الكاليماري مقطعاه مربعات، ممكن اقطعه بالطول، اقطعه زي ما انتوا عايزين. اهو مكعبات سمك، شويه مكعبات كاليماري، شويه جندوفلي هكون غسلاهم بميه مغليه او ميه سخنه عشان احاول افتح شويه الجندوفلي وانزل منه لو في اي طينه او اي حاجه، فانا مش مسوياه بس غسلاه بميه مغليه، تمام. مهم قوي الموضوع ده عشان افتح يفتح شويه معايا وينزل كل الطينه او التراب اللي عندي. انا بجيب الجندوفلي طبعا بيبقى مقفول، فمهم قوي ان احنا نغسله بميه مغليه او ميه سخنه قوي
بحيث ان احنا نعرف ده يتفتح معايا القوقعه بتاعتنا بتاعت الجندوفلي، وينزل اي حاجه وتغيروا عليه الميه مره واثنين وثلاثه لحد ما تلاقوه الميه ما بقاش فيها اي حاجه مطربه او اي حاجه فيها طينه او اي حاجه. وعندي الجمبري، جمبري بقى وسط، جمبري صغير، جمبري جامبو، براحتكم خالص اي حجم جمبري انتوا عايزينه. بالنسبه للكميات زي ما انتوا حابين، بالنسبه لاحجام الجمبري عايزين تستخدموا جمبري جامبو، عايزين تستخدموا البيبي، عايزين تستخدموا وسط، براحتكم خالص. تمام، الموضوع ده يعني حسب الرغبه تماما. يعني هبدا بقى ايه، احط كده البصل اشوحه بشويه الزيت دول. تمام، ممكن كمان احط شويه زيت كمان لان عندي خضار كتير، فممكن احط شويه زيت كمان. تمام، شوحت البصلايه دبلت معايا بالشكل ده، هبدا انزل بالثوم اهو كده. حلوه جدا الوصفه دي، وزي ما قلت لكم حلاوتها ان احنا بنطبخها وبناكلها في نفس الحاجه، مش محتاجة مني، ما بوسخش حاجات كتير وانا واقفة في المطبخ، هي حاجة واحدة كده ببدأ أطبخ فيها كل طبخة بتاعتي. اهو بقوم حاطة الثوم عليها مع البصل. بصوا انا بديها حقها شوية في التشويح، وبحط الفلفل الحار، طبعا تقدروا تستغنوا عنه براحتكم. احط شوية كده وهسيب شوية كده فوق الوش، يعني اللي مش بيحب الفلفل الحار يقدر طبعا يستغنى عنه بكل سهوله. استاذ حسين ازاي حضرتك؟ السلام عليكم، ازي حضرتك يا شيخ اسماء؟ الحمد لله والله كله بخير الحمد لله. الحمد لله، الله يخليك، ربنا يبارك في حضرتك. الله يخليك، تسلم. النهارده عندنا سمك، والله عندنا بلطي وقراميط النهارده. طيب اعملوا بقى طاجن القراميط اللي احنا عملناه المره اللي فاتت. ان شاء الله لازم تجربوه. احنا ما بنعملش اي غدا الا لما نشوف الحلقه بتاع حضرتك. الله يخليك، الله يخليك، تسلم استاذ حسين. استاذ حسين من الناس اللي دايما بتتابعنا، رسيل متابعتك دايما. لا انت حضرتك تستاهلي كل خير والله. الله يخليك، قولي طب عندك اي سؤال؟ لا شوف احنا هنتفرج الحلقه بتاع حضرتك عشان احنا هنعملها بعد كده. طيب ماشي اوكي، رسيل حضرتك، شكرا. شكرا ماشي. الله يخليك. القراميط بقى ممكن تعملوها بطريقه الطاجن اللي كنا عاملينها قبل كده، هتبقى حلوه جدا. بصوا بقى، شوحنا شوية البصل في الزيت وحطينا عليه شوية ثوم، ونزلنا بفلفل حامي وفلفل ألوان بالشكل ده. حاجة ناقصة عندي من الفلفل الألوان مش هحطها، يعني الموضوع سلس جدا، عشان بحس ان في ناس ممكن تبقى عايزة تطبق الموضوع بالظبط كوبي بيست. لا، ممكن ما عنديش مثلا فلفل أحمر مش هستخدمه، ما عنديش فلفل أصفر، وهكذا. المتوفر في التلاجة عندك وفي حاجتك استخدميه واشتغلي بيه. بصوا هشوح كده، انا بدي يعني حق الخضار في التشويح شويه اهو. حط البسله، بصوا كلها في نفس المكان، مش هحتاج ان انا اسوي حاجه بره او اشوح حاجه بره اهو بالشكل ده. تمام، هبدا بقى ان انا اصفي الرز بتاعي. انا نقعاه في ميه هصفيه بالشكل ده كده. اهو اصفي كده الرز واحط. تمام، في رز بيبقى مخصوص اللي هو الرز الامريكي، بيبقى مخصوص البايلا. انا عن نفسي بصراحه بعمله بالبسمتي لان هو بيبقى متوفر عندي في البيت، مش بحتاج ان انا اروح اجيب رز معين لاكله معينه. بس طبعا اللي حابب يعمله ويجربه يقدر ان هو يلاقيه في اي سوبر ماركت من السوبر ماركت الكبار. بيبقى مكتوب كمان عليه بايلا، يعني هو مخصوص للبايلا، بيبقى شويه يعني بيبقى ملدن شوية لما بتيجوا تسووه. اهو بقلب كل الكلام ده كده مع بعض. تمام، ابدأ بقى احط البابريكا
حط شوية بابريكا، حط شوية ملح وفلفل، طبعا هملح بقى الرز بتاعي اهو، هملح المقدار عندي كله عشان ده حوالي كيلو وشوية رز، وابدأ احط كمان فلفل اسود اهو، وابدأ اقلب كل الكلام ده كده مع بعض. تمام، املح الرز بتاعي واحط عليه البابريكا والفلفل الاسود واقلب كده كل الكلام ده كده مع بعض، وابدا بقى احط عندي احط الكاليماري المكعبات، هحط السمك، هحاول اخلي كده شويه من السمك عشان عايزاهم يبانوا، واقلبهم عندي بالشكل ده. لما استاذنك الفلفل الجوليان، حط شويه جمبري، واسيب شويه كده ازين بيهم من فوق عشان انا هقدم في نفس الووك، فانا عايزه يبقى شكل الووك عندي من فوق متزين بالحاجات اللي انا حطاها جوه الرز. تمام، احط شويه جندوفلي اهو بالشكل ده. مهم قوي زي ما قلت لكم ان احنا نبقى غاسلينه بميه مغليه عشان اتاكد ان انا طلعت اي حاجه مش نظيفه من جوه الجندوفلي، واقلب. اكله بجد تحفه اهو. خلاص، ابدا بقى ازين الطبق بتاعي، هحط له الميه بتاعتي اهو، افلفل بقى الرز بتاعي بميه مغليه. احنا نقعين الرز، خلي بالكم النقطه دي، فمش هحتاج ازود الميه بتاعتي، يا دوب هغطيه بالشكل ده. خلاص، اقلب كده بس اتاكد ان الملح والبهار كله في الميه اللي انا بفلفل فيها الرز بتاعي. تمام اهو، ابدا بقى ازين شويه اهو. بصوا، هزين كده الطبق بتاعي او الوك بتاعي بالشكل ده باي شكل انتوا عايزينه، يعني مفيش حاجه مقرره او المفروض ان احنا نعملها باي شكل احنا عايزينه، نقدر ان احنا نزين بالشكل ده. عايزه ازين بس ايه الوك بتاعي كده، ان احنا نبقى ايه بنعمله بشكل لطيف. دايما احنا ايه بنشوف الاكل قبل ما بناكل، يعني ابدا احط كده السمك، يعني زينوا بقى براحتكم زي ما انتوا عايزين، تقدروا ان انتوا تزينوا الطبق بتاعكم اهو. بحب ازينه من فوق لان هو انا هقدمه، يعني هقدمه كده بالشكل ده اهو. بالشكل ده، بصوا حلو قوي كمان، يعني من الحاجات البحريه الحلو قوي اللي ممكن يعني خلاص ما نعملش اي حاجه جنبه، بجد هو يبقى كده كفايه جدا. نجيب كميات قليله من الجمبري والكاليماري والحاجات دي ونعمل منه اكله كبيره كده تكفينا كلنا، تكفينا كلنا في البيت طبعا، مش كلنا في الاستوديو عشان الكلام ايه اخدته والله، يعني اخدته الكلام على هنا
أو طبعا يعني لو مش عايزين تعملوا كل الكلام ده يعني قلبوا كله مع بعض وخلاص. انا بس يعني بحب كده ايه ازين شويه الطبق بتاعي. عبد الله ازيك؟ ازيك يا اسماء؟ ازيك يا عبد الله؟ بقالي كتير على الويكند. معلش معلش احنا بنتاسف لك يا استاذ عبد الله. معلش ايه حضرتك؟ اتفضل. متابعين البرنامج بتاع حضرتك والاولاد بيحبوه جدا. الله يخليك، شرف ليا والله بجد والله. كنا عايزين نسأل حضرتك اتفضل على افضل طريقه للسمك السنجاري. للايه افضل طريقه؟ معلش الايه؟ للسمك السنجاري. السمك السنجاري، حاضر هقول لحضرتك. قولي لو فيها سؤال تاني. شكرا لحضرتك، هجاوب حضرتك عنيا واسفين لو سيبنا حضرتك على التليفون شويه. معلش اهو بصوا كده خلاص الوصفة عندي خلصت. أنا قاعدة بس يعني بزين فيها، بزودها كده يعني إيه، بزين فيها شوية عشان أبدأ. خلاص هسيبها بقى تتشرب مع نفسها. مهم قوي إن احنا ننقع الرز عشان الرز يبقى يعني ما ياخدش وقت سوى كبير، لأن كمان الأسماك كلها اللي موجودة عندنا مش تاخد وقت. خلاص طيب آخر حاجة بقى قبل ما هغطيها، عايزة الغطا بتاعها قبل ما هغطيها. عندي بودرة الزعفران دي، هقوم حاطة فيها شوية مية وهقلبها. تمام اهو، هقلب بس ايه بودرة كده فيها اهو بالشكل ده كده. خلاص وناخد كده ايه بالمعلقة كده ننزل كده من فوق الوش بودرة الزعفران على شوية كده من البايلا بالشكل ده. ازيك يا سارة؟ صباح الفل. صباح النور، ازي حضرتك؟ عاملة ايه يا حبيبتي؟ ايه اخبارك؟ الحمد لله بخير. اتفضلي يا حبيبتي. الحاجات الجميلة. معلش عايزة اسأل حضرتك على حاجة. اتفضلي. ممكن اعمل نفس الطريقة بس بدل السمك الجمبري والحاجات دي كلها، بدل ما احطها كده اكون مشوحاها الاول في الطاسة يعني؟ ممكن يكون مستوي تماما؟ ممكن مش مستوي تماما، هقولك ليه. لان هو برضو يعني الرز بياخد وقت في السوى، فهتسويها وتخليه يستوي تاني مع الرز هيبقى كاوتش قوي السي فود. فخدي بالك برضو من النقطه دي. ممكن لو حابه تشوحيها تشويحه خفيفه ممكن تقدري تعملي ده، بس ما تسويهاش كامل عشان هتاخد وقتها برضو مع الرز. فانا مش عايزه السي فود عندي ينشف او يبقى كاوتش معايا الجمبري والكلام ده فياخد سوى زياده. يعني شوحه ويدي ياخد لون وبعد كده احطه عادي؟ شوحيه تشويحه بسيطه لو عايزه تشوحيه، لكن هو مش محتاج كمان تشويح لو هتشتغلي بيه كده. هو بيبقى كله المهم تكوني منظفه الحاجه كويس، منظفه السبيت او الكاليماري عندك. الجندفلي مهم قوي زي ما قلنا في ميه مغليه ونفضل نغير عليه زي ما احنا اتكلمنا وخلاص على كده. فانت طبعا براحتك، عايز تشوحيه تشويحه كده بسيطه تقدري تعملي ده. تمام قوي، شكرا على كلامك. الله يخليك، ميرسي يا حبيبتي، شكرا. بصوا بقى انا هوطي عليه تمام، وهسيبه طبعا هغطي كده عليه يتفلفل. واقول لكم سريعا كده قبل ما نطلع فاصل، احنا عصير الليمون والليمون هنسيبه على جنب عشان هنستخدمه في الاخر، يعني قبل ما نطفي عليه شويه. احنا دلوقتي شوحنا البصل مع الفلفل الالوان مع الفلفل الحامي مع كل الكلام ده كده، وحطينا الرز وقلبنا مع ملح وفلفل وشويه بابريكا، حطينا كمان عليهم السمك والجمبري والكاليماري والجندوفلي كل الكلام ده، زيناها بالشكل اللي انتوا شفتوه. تقدروا زي ما انتوا حابين تزودوا بسله، زودوا جزر، زودوا اي نوع خضار زي ما انتوا حابين. في الاخر خالص بقوم رش عليها شويه بودره زعفران، ادوبهم في شويه ميه، ادي بس لون كده لشويه من البايلا، وهي بتتقدم بالشكل ده. يعني انا مش هغرفها في طبق، انا هقدمها بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده عشان نقدمها مع بعض كده. البايلا عندي شغاله هي بتستوي، انا وطيت عليها وهغطي عليها، وهنطلع دلوقتي فاصل، وبعد الفاصل نكمل بقيه حلقتنا. استنونا.
رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. قبل الفاصل عملنا البايلا وسبناها على النار وطيت عليها بس عشان تستوي براحتها، ودلوقتي هنعمل سمك بالبشاميل حلو جدا جدا جدا، برضو من الاكلات الحلوه، تغيير شويه عن اللي احنا متعودين عليه. هنعمل سمك بالبشاميل، تعالوا نشوف مقاديره ايه. عندي كيلو سمك فيليه، هنقطعه مكعبات، هنقطعه شرايح كبيره شويه زي ما انتم حابين، 4 فصوص من الثوم، وعندي زبده، ومعلقه صغيره من الثوم الباودر، ومعلقه صغيره من البصل الباودر، ومعلقه صغيره بابريكا، ومعلقه صغيره من الكاري، وخضره مشكله، وفلفل حار مفروم، وعندي للبشاميل 5 معالق زبده، 5 معالق من الدقيق، 6 كوبايات لبن، وملح وفلفل وجوز الطيب. عايزين نزود معاه شويه كريمه نعلي الطعم شويه، ممكن زي ما انتم حابين. هقول تاني المقادير، عندي كيلو سمك فيليه، 4 فصوص من الثوم، زبده، معلقه صغيره ثوم باودر، ومعلقه صغيره من البصل باودر، وعندي كمان معلقه صغيره بابريكا، معلقه صغيره كاري، خضره مشكله، وعندي فلفل حار مفروم، والبشاميل 5 معالق زبده، 5 معالق دقيق، 6 كوبايات لبن، وملح وفلفل وجوز الطيب. عندي طبعا هشتغل في حاجتين، هشتغل في الطاسه اللي انا هشوح فيها السمك، وهشتغل في الووك بتاع البشاميل. اول حاجه هحط الزبده عشان اعمل البشاميل، تمام بالشكل ده كده. اول ما الزبده تسيح هنزل قد مقدار الزبده دقيق، تمام الزبده بس تسيح وانزل على طول الدقيق. بصوا انا كل مره بعمل بشاميل قدامكم عشان الناس اللي على طول بتسالني على البشاميل. خلاص الزبده او السمنه او الزبده والزيت قد مقدار الدقيق، الماده الدهنيه قد مقدار الدقيق، تمام. انا بقيت بعرفها من الشكل كمان، يعني من القوام بتاع الزبده والدقيق. انا كده تمام جدا. هقلب ده اسويه حوالي 30 ثانيه. بصوا بالشكل ده كده، وبعدين ابدا انزل باللبن بالتدريج، هنزل عليه بالتدريج مش هنزل مره واحده، اهو كده. واقلب ادوب كل الزبده والدقيق مع اللبن اللي انا نزلتهم، اهو كده بالشكل ده، تمام. اول ما تربط ابدا انزل بالتدريج كميه اللبن اللي انا هحتاجها لحد ما اوصل للقوام ده. زي ما قلت لكم ممكن تحطوا شويه كريمه مع اللبن لو حابين. بصوا اهو ابتدى يتقل، ابدا بقى اخفف تاني. بصوا شايفين ابدا اخفف تاني، مهمة أنا إيدي بتقلب ما بوقفش تقليب، النقطة دي مهمة جدا. أهو أحط شوية وأكمل تقليب، تمام لحد ما أوصل للقوام المظبوط. أم آدم إزيك؟ أم آدم ممكن أحط شوية ألو. كريمة. إزيك يا أم آدم؟ ألو إزيك يا حبيبتي، عاملة إيه؟ ازيك يا ست اسماء؟ الحمد لله كله بخير يا رب. عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي كله زي الفل. ايه اخبارك؟ جميله والله زيكم كده، حاجات حلوه قوي اللي بتعمليها وانتي اصلا عسل. تسلميلي يا حبيبتي تسلميلي. وليه عامله اكل ايه النهارده؟ لا انا عندي بواقي كشري وحاجات من امبارح. احلى حاجه كشري جميل، سخنها بقى كده. الهنا والشفا يا حبيبتي، ان شاء الله بكره بقى نكلم حضرتك ونعرف منك هنعمل اكل ايه. ان شاء الله يا حبيبتي ان شاء الله يا حبيبتي. بكره تعملي لنا حاجه سهله كده بقى، يعني حاجات خفيفه. احنا بكره معانا طبعا انتوا عارفين كل يوم اربع بقينا بنعمل يعني اكلات من بلد معينه، فبكره ان شاء الله الاربع معانا اكلات من بلد مختلفه عن البلاد اللي احنا عملناها الايام اللي فاتت. قولي لي عندك اي سؤال؟ لا ربنا يخليك. الله يخليك، انت مش مخلينا محتاجين اي حاجه. الله يخليك تسلمي يا حبيبتي. بصوا احط الملح، املحه، فلفل اسود، ورشه جوز الطيب، اهو رشه بسيطه مش كتير، وهقلب.
انا شايفه كده قوام لطيف جدا، مش محتاجه اكتر من كده قوام البشاميل. انا مش عايزاه جامد قوي، انا عايزاه كريمي شويه اهو. حط فيه كده عليه وهشوف بقى ايه لحد ما اشتغل بيه كده. ايه لو عايزه اخففه هخففه بشويه لبن. تعالوا بقى نبدا في الطاسه دي نشوح السمك اللي عندي. احط شويه زيت واحط شويه زبده. انا بحب الزبده مع الحاجات الطواجن بتاعه السمك والحاجات دي اللي فيها كمان حاجات كريمه، بتبقى الزبده افضل من الزيت. ازيك يا ايه؟ وهحط الثوم والفلفل. ازيك يا ايه؟ الو، ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ تمام الحمد لله. اتفضلي. جميل، انا بحب اكلاتك جدا. الله يخليكي تسلميلي. انا كمان بحبكم جدا. الله يخليكي يا حبيبتي تسلميلي يا رب. عايزه الوصفه بتاعت الحواوشي. حاضر. حواوشي الاسكندراني ولا اللي بالعيش البلدي؟ لا بالعيش البلدي. حاضر هقول لك. حاضر هقول لك. خلطه العيش البلدي حلوه قوي، الحواوشي بتاع العيش البلدي. عينيا حبيبتي. شكرا. بصوا حطيت شويه زبده، شويه ثوم، فلفل مفروم، حامي بقى ورومي زي ما انتم حابين، واحط السمك بالشكل ده. السمك مقطعاه مكعبات بالشكل ده. ابهره شويه بابريكا، شويه كاري، شويه جوز الطيب، شويه ملح، شويه فلفل. مش هزود قوي ملح عشان انا حاطه في البشاميل، بس كده. وهقلب كل الكلام ده كده ايه مع بعض. ممكن احط عصير ليمونه بس كده، مش اكتر من كده اهو. بصوا انا كده مش محتاجه اكتر من التشويحه دي، تمام جدا انا كده خلاص. طيب اشوف البشاميل بتاعي اشوفه. بصوا تقل شويه لما تساب، هخففه سنه. انا عايزاه اخف من كده اهو، عايزاه كريمي زي ما قلت لكم. فانا ايه هخف اللبن بالتدريج زي ما انتم شايفين كده خلاص اهو. هجيب بقى البشاميل وهجيب السمك بتاعي. السمك بتاعي بعد ما هرفعه من على النار هحط له شويه خضره مشكله، مش عايزاه يدخل معاه على النار وهو سخن كده. شويه بقدونس وكزبره وشبت كده بالشكل ده اهو. بصوا هو سخن كده هينزل مع السمك يبقى حلو قوي. مش عايزه يعني اهريه على النار لان هو لسه هيكمل سوا. تمام. طيب وعندي بقى الطاجن اللي انا هشتغل فيه. احط شويه بشاميل من تحت كده بالشكل ده. اجيب بس حاجه اهو. تمام. وهبدا احط السمك بتاعي، انزله بالشكل ده كده. هو بيبقى كريمي جدا، طاجن كريمي قوي، بيبقى حلو قوي. ممكن كمان ازود كده شويه جبنه في النص قبل ما احط بقيه البشاميل. واحط بشاميل تاني اهو كده، اغطي الدنيا بالبشاميل. وممكن بقى احط فول وش، شويه جبنه كمان، ادوني وش كده. او ممكن جبنه موتزاريلا، جبنه شيدر، اي حاجه. ممكن ما نحطش جبن خالص لو مش حابين، مفيش مشكله يعني، مش شرط. وهزين بشويه خضره كده مشكله فوق الوش قبل ما ادخلها تتحمر مع البشاميل والجبن اهو. بصوا بالشكل ده كده. ده كده الطاجن بتاع السمك بالبشاميل. اماني صباح الفل يا اماني. ازي حضرتك يا ستي؟ ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله تمام. ايه اخبارك؟ الحمد لله تمام. كله تمام الحمد لله. لو سمحتي عايز اسال سؤال بس. اتفضلي. عايزه اعرف تفليه بالجبنه.
الايه؟ السوفليه بالجبنه. اوكي سوفليه جبنه. حاضر عينيا. يا ريت والله لو اعرف النهارده ضروري عايزه اعمله. حاضر يا حبيبتي. شكرا لحضرتك جدا. ماشي يا حبيبتي شكرا. مع السلامه. بصوا هننضف كده بالشكل ده وهبدا احطه في الفرن، مش هياخد وقت خالص، مجرد ما ادي وش كده للطاجن هطلعه على طول. حاضر اهو اظبط كده من فوق وبس كده قدامنا اهو، شكله حلو قوي. والبايلا على النار هنبص عليها حالا مع بعض اهو. تعالوا نبص كده على البايلا، بصوا عامله ازاي. الريحه بقى بتاعتها فظيعه بجد، شايفين انا موطيه عليها سايباها تستوي براحتها، شايفين الجندوفلي فتح ازاي وكل الحاجات اللي عندي استوت وبقت زي الفل. تمام، في المرحله دي قبل بقى ما نطلع فاصل هحط شويه عصير ليمون بالمعلقه كده فوق الوش، بيديني طعم حلو قوي. بصوا انتوا هتحسوا ان هي تفاصيلها كتير، بس هي يعني اكله واحده كده، فظبطوا يعني الطاسه او الوك بتاعكم ده اهو، شويه عصير ليمون كده ايه بيدي طعم مش قادره اوصف لكم قد ايه. ان هي كمان بتقدم مع ليمون، يعني لازم تحطوا معاها ليمون، لان في ناس بتعصر عليها ليمون مع وقت الاكل، فتقدروا ان انتوا تحطوا شويه عصير ليمون، ولازم وانتوا بتقدموها تبقى في طبق فيه ليمون، لان بيعصروا عليها برضو ليمون بتبقى طعمها حلو جدا جدا جدا. يبقى احنا البايلا معانا اهي على النار، شويه هنقدمها مع بعض. انا سايباها على نار هاديه خالص تستوي براحتها، والسمك البشاميل عندي في الفرن. عندي وصفه سريعه جدا جدا هنعملها بعد الفاصل، هنعمل موس الشوكولاته بطريقه بسيطه جدا جدا، مش هتاخد اي وقت وساقع، وبرده يبقى حلو جدا في الصيف ونقدر نعمله في الحر شويه يرطب كده علينا. هنطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل بقيه وصفاتنا، استنونا. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. قبل الفاصل عملنا البايلا وعملنا السمك البشاميل، دلوقتي هنعمل موس الشوكولاته بطريقه سهله وبسيطه، مكوناته قليله جدا. تعالوا نشوف اول حاجه هنحتاج لموس الشوكولاته ايه. محتاجين كوبايه ونص من الشوكولاته المبشوره وهنسيحها، تمام. وبعد كده عندي معلقتين كبار من السكر، عندي ربع كوبايه من الميه، نص معلقه من قهوه سريعه الذوبان، وكوب من كريمه الخفق. هقول تاني المقادير: كوبايه ونص شوكولاته غامقه مبشوره هسيحها على حمام ميه، وعندي معلقتين كبار من السكر، معلقتين ربع كوبايه من الميه، وعندي نص معلقه من قهوه سريعه الذوبان، وكوبايه كريمه خفق. كوبايه الكريمه بتاعت الخفق هتكون ساقعه جدا، تمام، وهقوم ضرباها او خفقها لحد ما تتحول عندي كريمه مخفوقه، تمام. في ناس كتير جدا بتقول لي الكريمه السايله بتقطع معايا، لازم تبقى ساقعه جدا يا جماعه، لازم تبقى ساقعه، حرارتها ساقعه جدا عشان ما تفصلش معاكم وتبوظ، لازم تبقى ساقعه جدا وبعدين تضربوها. بعد ما هنضربها هتبقى كريم مخفوقه معانا بالشكل ده، تمام. طيب الشوكولاته حطها على حمام ميه بسيحها، خلاص هي قربت تسيح، فاضل لها حاجات بسيطه، تمام. وهبدا دلوقتي الربع اهو بسيحها على حمام ميه، تمام. طيب عندي بقى الميه اللي هنا، عندي ربع كوبايه من الميه، هحط فيها مع القهوه سريعه الذوبان، وعندي هحط عليها معلقتين السكر وهقلبهم. حطيت على ربع كوبايه الميه، حطيت عليها ايه، حطيت عليها المعلقتين السكر والقهوه سريعه الذوبان، معلقه صغيره او نص معلقه كبيره، وهقلبهم بالشكل ده، ادوبهم كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، تمام. طيب دلوقتي هبدا ان انا احط الشوكولاته اللي سايحه عندي، يعني فاضل لها شويه تسيح بس، ممكن نستخدمها كده، انتوا سيحوها اكتر من ان انا مسيحاها دي كده. وهبدا احط الشوكولاته بالشكل ده في الخليط،
تمام. ابدا بس انزل كده كل الشوكولاته كده بالشكل ده، وهبدا اقلبها، اخلط الشوكولاته اللي انا مسيحاها في الكريمه اهو كده بالشكل ده، اخلطهم كويس. اهو تحت الفوكه لحد ما يتخلطوا كلهم معايا، وهبدا اضيف لهم السكر والقهوه سريعه الذوبان اهو بالشكل ده، وربع كوبايه الميه، واقلب اقلب لحد ما كله يختلط مع بعض. بص شايفين القوام هش كده ازاي؟ هو ده قوام الموس. اهو وهبدا اجيب كوبايه واحط الخليط فيه بالشكل ده، اضيفه كده بس، وبعدين نبقى ننظف كده كل الطبق اهو. نجيب بس منديل وابدأ ان انا اساوي الموس عندي بالشكل ده كده، واحطه في التلاجة. تمام بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. هطلع بس السمك. بص شايفين السمك طلع حلو ازاي اهو. بص شايفين حلو جدا، بصوا لونه تحفة وبيغلي كده، البشاميل عندي بيغلي شكله حلو جدا. نبدأ بقى نطلعه ونقدمه في العرض هناك. ريحته حلوه قوي اهو بالشكل ده كده اهو. تمام بايلا كمان هنقدمها، موس الشوكولاته بعد ما جمد تحط في الثلاجه، هزينه باي شوكولاته شيبس او كريم شانتيه زي ما انتوا حابين تزينوه، تقدروا اللي انتوا تزينوه، وبيتاكل عادي بقى بالمعلقه، بيبقى ساقع بيبقى طعمه حلو جدا جدا جدا. ده كده بعد ما ساقع او دخل الثلاجه، بسيط جدا. كريمه مخفوقه هنحطها مع ربع كوبايه من الميه، وهندوب معاها معلقه من قهوه سريعه الذوبان مع معلقتين سكر، وهنحط كمان عليهم الشوكولاته السايحه اهم. انا حاطه في واحد كريم شانتيه وواحد لا، براحتكم كده. بايلا عندي كمان جاهزه تماما. انا هجاوب على السمك السنجاري سريعا. السمك السنجاري عباره عن، هجيب السمكة وافتحها من الظهر كويس جدا وانضفها، وبعد كده هعمل الخلطة بتاعت السنجاري بتاعتي. الخلطة بتاعت السنجاري بتاعتي عبارة عن ايه؟ عبارة عن يعني هخرط طماطم مفرومة رفيع، وكمان معاهم بصل وخضرة مشكلة، شبت، بقدونس، كزبرة، الكلام ده كله، ومعاهم كمان جزراية مبشورة. هقلب كل الكلام ده مع ملح وفلفل وكمون وشطة وقرن فلفل رومي او حامي برضو معاهم، وهقلب كل الخلطه دي مع شويه، مع ربع كوبايه مثلا زيت. تمام بعد الكلام ده كله هقوم فرشه الحشو اللي انا حشيته ده في السمكيه او على في بطن السمكيه اللي هي المفروضه عندي على شكل صفحه، وهحط السمكيه المحشيه دي هحطها في ورق فويل، هعمل ورق الفويل زي المركب، يعني اشيل الورق فويل كده بالسمكيه واحده بوحدتها، هحط عليها الحشو، هحط عليها شرايح ليمون وشويه زيت تاني فوق الوش، وهدخلها الفرن. هتاخد يا دوب ربع ساعه ولا حاجه وهتستوي. هطلعها كل واحد هياخد السمكه بتاعته
ياكلها مع الرز بقى او الحاجه اللي احنا هنقدم معاها السمك بتاعنا. طيب في وقت ارد على السوفليه بسرعه؟ طيب سوفليه الجبنه هتجيبي 4 بيضات وتفصليهم صفار وبياض، هتضربي البياض كويس جدا لحد ما يبقى زي الكريمه معاكي لونه ابيض وزي الكريمه، وهتجيبي الاربع صفار هتحطي عليهم كوبايه بشاميل تقيل تمام، هتخلطيهم مع بعض وبعدين تحطي عليهم جبنه اللي انت عايزه تستخدميها، وبعد كده هتقلبي الخليط ده مع بعض مع ملح وفلفل، طبعا البشاميل بيبقى فيه كل الكلام ده، وعندك بياض البيض، هتخلطي الاثنين مع بعض بالراحه عشان ما تنزليش الهواء اللي انت عملتيه في البياض، هتخلطيهم بالراحه جدا من تحت لفوق لحد ما يختلطوا تماما، وبعد كده هتجيبي قوالب تكون مثلا فخار او ايا كان، حطاها في حمام ميه ودهناها زبده، وهتحطي السوفليه بتاعك لحد مثلا 3/4 الفخاره وتدخليه الفرن وهيستوي معاكي وهيبقى زي الفل. ده كده سوفليه الجبنه والسمك السنجاري. حلقتنا النهارده يا رب تكون عجبتكم، ان شاء الله اشوفكم بكره في حلقه جديده ويوم جديد، استنونا.